وعشان يستمر تنورنا نسمع سؤال الاستاذه هبه من القاهره. استاذه هبه السلام عليكم شيخنا الفاضل. الله يبارك في حضرتك، اتفضلي. ازي حضرتك؟ نعم وفضل الحمد لله. حضرتك انا بنتي عندها 16 سنه، كانت بتصلي وهي صغيره وكانت بتبقى فرحانه قوي وهي بتصلي، وساعات كانت تتحجب بينها وبين نفسها، وصلاه الجماعه كانت تنزل معايا وصلاه الاعياد. بس اول ما بلغت قبل ما تبلغ بسنه كده وهي ما عادتش بتصلي، وطبعا هي مش راضيه تتحجب، وهي في مجتمع مفتوح شويه في المدرسه. فانا بحاول اقنعها بكل السبل انها تواظب على الصلاه، وانها لدرجه ان هي بتصوم رمضان بقى لها سنتين مثلا ما بتصليش وهي بتصوم رمضان. وانا بصراحه مره بالشده ومره باللين، والاخر هي الاسبوع اللي فات بتقول لي يا مامي انا سالت المس وقالت لي ما دام مامتك بتنصحك وبتعمل اللي عليكي خلاص انت كده ما فيش وزر عليكي وسيبيني بقى انا براحتي، هتحجب براحتي وهبقى اصلي براحتي، وعايزه تلبس احيانا اللبس الخارج اللي على الموضه، بقف لها مره بالشد ومره بالشده ومره باللين، واقسم ايمانات ان انا لازم اقطع لها الحاجات العري عندي له حدود، والصلاه طب صلي فرض وسيبي فرض، طب اتحجبي مثلا طول الاسبوع وسيبي يوم. طيب كده مش عارفه اعمل معاها ايه يا فضل. اقول لحضرتك تعملي ايه؟ اولا ده نموذج واضح على جيل زد، هي دلوقتي في ذلك الجيل. الأول حاجة لازم نعرف هي إيه دوافعها إن هي ما تعملش مسألة الحجاب، ما تعملش مسألة كده. الجيل هنا جيل عنده نمط في مظهره، هما بيهتموا بمسألة المظهر جدا. يعني مثلا من الحاجات الكتيرة اللي موجودة في البنات في السن ده هو الهوس بالنحافة، عايزين يخسوا، فممكن يجي لها اكتئاب ان هي حاسه ان هي تخينه وبقيت زميلتها رفيعين، فيبقى عندها هوس بالنحافه، يعمل لها وسواس، يعمل لها وسواس فتكره الاكل. من ضمن الحاجات الهوس اللي عندهم هوس الوحاشه. يعني ايه الوحاشه؟ ان هي لما تعمل حاجه هتبقى وحشه. بعض الناس بقى بيجوا يعملوا حاجه بقى في الحقيقه بتضرب في وشنا بعد كده، ان هو يقول لها على فكره انت، يلبسوها الحجاب وبعدين يقول لها على فكره انت قمر في الحجاب. لا، هي مش لابسه الحجاب عشان هي قمر، هي لابسه الحجاب عشان حاجه تانية، هي لابسه الحجاب عشان ده يخليها في علاقه بينها وبين الله، اللي احنا الكلام اللي احنا قلناه من بدري. انت كلميها عن ربنا، كلميها عن علاقتها بربنا، كلميها على ان هي لابد ان تقبل على الله سبحانه وتعالى لان ده حياتها. ولكن حذاري ان هي تشعر ان انت بتعملي ايه، بتفرضي عليها حاجه. من اهم سمات هذا الجيل التمرد. التمرد اللي هو بيعمل ايه؟ هو يمارس التمرد لان هو بيقول انت الاول خالص ارفض وبعدين اقبل كما يتزن لك المنطق. فلذلك هو عنده مقاومه شديده لاي شكل من اشكال السلطه. انا دلوقتي بمهد لكم ان انتوا تسيبوا الاولاد بلا تعويض على طاعه ربنا ابدا. انا بفهمكم الاولاد. طب واحنا نعمل ايه بقى؟ احنا نعمل حاجه لطيفه خالص. ايه اللي حاصل؟ هنتكلم مع بعض كتير. واضح ان هي ما بتتكلمش معاك كتير، لان انت لو اتكلمتي معاها كتير هيحصل حاجه اسمها انسيال المعرفه. لما تكلميها عن ربنا سبحانه وتعالى وازاي حصل معاكي انت، ما تكلمهاش عليها هي، وما تقولوليش طب ما تجربي ده، قومي جربي ده، طب روحي اعملي ده، هي مش هتقبل ده. ولكن كلميها عليكي انتي، انتي ازاي بتحسي بلذة الصلاة، ازاي بتعيشي بينك وبين ربنا، ازاي لما بتكوني متضايقة وتلجأي الى الصلاة وتحسي بأرحنا بالصلاة. ده الطريقه اللي ممكن يتعودوا عليها، ان هي ولما تيجي تسالك هتقول لك، ولما تيجي تسالك تجاوبيها عنك انت مش عنها هي. طب انا بقول كده ليه؟ لان انت قلتي ان البنت بدات بنوع من انواع التدين عشان تكون حاصله على انتمائك وحبك. هي دلوقتي ايه اللي حاصل؟ عندها اطر تاني للانتماء وهي اصدقائها، حريصه ان هي تبقى منتميه اليهم، فحريصه ان هي تبقى شبههم، وحريصه ان هي تبقى شكلهم، عشان كده قلتي ان هي بتحاول تلبس زيهم. يبقى اللي حاصل ايه؟ ان احنا نزود انتمائها لله سبحانه وتعالى، نزود علاقتها بانها امل الله، بانها عبد لله سبحانه وتعالى، يجب ان هو يرى الله في كل شيء.
ما تخليش النقاط الثلاثة اللي انتوا اتكلمتوا عليها هي نقاط الحديث اللي معاكم دايما، لكن خلي النقاط اللي بتتكلم على قد ايه ربنا معانا، قد ايه ربنا بيحبنا، كلميها عن ربنا، ما تكلمهاش على الفرائض، لان هم الاولاد فيما بينهم في جيل زد عندهم فكرة رفض السلطة ورفض الاوامر، فكلميها عن ربنا كتير. بتسأليني اعمل ايه؟ كلميها عن ربنا كتير، كلميها عن حنان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلميها قد ايه حضرة النبي كان بيحب الاطفال اللي مش هي منهم، هي خلاص بقت انسة، اوعى تكلميها على انها طفلة، هي انسة خلاص كبيرة، فهي بتكلمك على ان هي دلوقتي عندها اختيارها، عشان كده قالت لك المدرسة بتاعتي قالت لي ان انت بدل نصحتيني خلاص انا اختار، ادعمي هذا الامر فيها، ادعمي ان هي مسؤولة، بس كمان كلميها عن جمال الله سبحانه وتعالى. افضل طريقة ممكن تخلي جيل زد يبقى معانا ويبقوا مقبلين على الله الكلام عن جمال ربنا، الجمال عن حنانه. في ناس كتيرة كلموهم على ان ربنا متربص بيهم، وعشان كده بيبعدوا عن ربنا، عشان هم كتير قال لهم ان ربنا متربص بيكم، فما ندعمش هذه الفكرة، ولكن نتكلم عن حنان ربنا ونتكلم عن فضله. عارف ان انت عايزاها تتحجب، بس الاهم ان هي لما تتحجب ما تتحجبش الا وهي عارفة ان الحجاب ده مش لانه فرض بس، ولكن لانه باب مفتوح على الله. تصلي لان الصلاة صلة بين العبد وربي، ساعتها الحاجات دي هتسكن في حياتها وتغير حياتها، وتبقى هي منورة ومتأثرش ابدا باي تنمر هيحصل عليها، لان كمان هناك تنمر بيمارس على الناس، ان الناس دي ايه، انا اسف يعني، ساعات يقولوا لهم ايه الفلح ده، ايه الشكل الوحش ده. فالاولاد كمان احنا لازم نتكلم في مرة عن مسألة التنمر على التدين، لان التنمر على التدين ده هو اللي بيخلي اولادنا محطوطين في هذه الورطات اللي موجودة في المدارس، فهنتكلم عن ده. انا قلت لحضرتك حاجات سريعة دي، بس الكلام اللي انت بتقوليه ده محتاج ان احنا نفرد له حلقة ونتكلم فيه عن كيف نتعامل مع اولادنا الذين عندهم شيء من التمرد على الاقبال على الله سبحانه وتعالى ازاي، ونتكلم عن كيف يقبل جيل زد على الله، دي شيء مهم جدا جدا نتكلم عنه.